إن شاء الله تعالى وحنكب الله بإن آيات دا صدن يا أفر إلى آيات دا أفرتن يا أفر إن شاء المولى آيات دا روحي هاي الله سبحانه وتعالى لكل جعلنا مواليا قرابة حشا وحي أبي هو يكتغني قرابة والذين عقد ديمانك هو أي صاحب دي ملكتين معناها أدي حلف لهايدين نصيب قادسية أو نصيب قادوا محيد لحالك نصيبكم الله قرابة نمدي حريرين تي كلا الله ما شوحينو الشيء يا الرجال قوامون الرجال رجو قوامون كوا أقومت بدن ويا على النساء على أمور النساء هوين كمامل قادة تدبيرتو ده رجو كوا أتاقن وي بسبب ما شيء سبب تفضل الله ألا أدري أسي وكفضل بعضهم قاركوات على بعض قاركلا يو بما شيء أنفقوا أي نفقيين رجوا من أموالهم حول هذا كنفقيين قوام يعني وإيش التاج مركوا قوة هؤلاء كما ملوا يرجوا لما مثلا يكون معملان ويكل حق بدنه رجيا هؤلاء كما ملثي الدق دقاق يشك يا وحوق حق بدن رجع رجع كده جن مركي اللي هؤلاء كعاد فضوا إنت بدن دم تجارها نت بيكوعدن تاي إنت بدن سكر سبع على هؤلاء هاتين دناها جار كه هؤلاء كأدوا فكران سيد جوريجا نينك قرابة ضوض يصدق فقدناه قد مكافس كير كرا من ذلك لو حوية نفقدي بيسيانه مهركي يا مصروف يا قريجي يا حوية يا قال قد هنا وهو إن كتب كاسي مسارة صادر ترجع حكموي وما مله هو إنك ما مل كام جل كرا هذي هو إنك قريجا ما ملان أو إنك إسليب وقريجوج نقضه وبرهر كاسو قفسو مهيا ما هو إن كلو كان عينه محا نجح ولاه نلوجي ري يا محاسدا وحوجي هذا القات كود ما بدنا سيدي كأيت شكتين مكوا على لي الرجو ما ملك الرجع هي على لي هي كنا كل صنا هذا وحوي اللي بدأ مثلاً إذا كم عملنا حوج وإذا كحوج بدنيهن وإذا كحوج بدنيهن إيه نفقد إيه قدول صارا الرجال والرجو قوامون كوا أقومت بدنوي إيش تاجد بدن على النساء على تدبير النساء هؤلاء كم ملك هذا بسبب ما شايف سببتي فضل الله ألا كفضل سيء بعضهم قاركض على بعض والرقية دمر كالرقة كحوق بدن وبسبب إنفاقهم نفقين توضى الدرتد من أموالهم ماذا سمسرية هذه لقلقوا بسبب ما أنفقوا بسبب إنفاقهم نفقين تسبب تيدا رقوا أي من مالهم حوله ذكر نفقين إياه بركة دينيكو هدو حوله قعان تكوها يو ما ملكين قعان تكوها يو إساقوا أقوم كارو كبدوين السيد اللو خدمية نقطعين أقادن إلا يسي ولو خدمة يدي بلو خدمة نيا مركز يدو شرفت يدي لهذا عروت يدي بيتر بيسن الدنيا هذا قاره هاي ستحيل بمسار من عهد الله مركز فالصالحات قبلها هو وناكسني قانتاتك هو الله أبدع عوي زوجك ودنا أبدع حافظات إلالية للغيب مغنظة ننك إلالية بما حفظ الله ألا وحو حفظي بكو إلاليا ألا وحو حفظي سيا أمر بكسيني حفظيان سلام كان هو فجيه وكرسي إلهي بعرف دسيه قبلها هو وناكسين وقبلها رجع الله لما ماها ورجع قرب قال أو كتلة قادم وياه قبلها في عن وصالحات دين توضع إسلام ككفي عن ومضيعاته الله أدعه ورجع ودنا مركم مغيها إلى عليا وكن النبي صلى الله عليه وسلم هو إنك هو وناكسين قبلها مركات يتكفر حجليسه مركات مرتكاء مرقادتها مركات مقنتها هنا نفته دي يا رير كبا الى لي سو حافظه ده غبدا رغي وا غبدا غريغيده كفلاته وي marka gabdhuhu inayna ragu shaqadiisa ayna la faragelin inayna ku raacin oo raga shaqadiisa u daayaan iyaguna shaqadooda qabsana allah ba sida ugu tala galay waxa gabdhuhu haday rag iska dhigto hawsha rag qabato way ku rafaadi ma qaban karto ninkuna sidoo kale hawsha dumarka ma qaban karo wi fasalihatu gabdhuhu wa wanaagsani qanitaatu kuwa allah adeeca weeye حافظات إلالية للغيب لغيب الزوج نينك مقنديسا إلاليان غوريغيسا نيما نورالكا اهين غوغشيسا عمرديغان خوليهيسا سيو نورال اهين اوغما تصرفان نفتهدا بيلها تيري عرورتهدا تربيين غوريغا إلا نينك مقنديسا إلالي مخاي كو إلالي بتحفيذ الله إلهي إلى شيسينتيس إلهي با إلى شيسينا يو كرسينيا إلهي با وافجينا يا الله سبحانه وتعالى وافجينا يا وونا أمره marka ilaah xifdisiintiisay ku ilaalin macnaheedu waxa weeye marka hore uu amray wax xifdisiin allah hadana uu waafajinaya sidee u xifdi lahayno marka iyadu daacad noqoto allah baa u gargaarayo wey bima xafidallahu allah xifdisiintiisa wey wallaati gabdhihi takhafuna kabqayn
واللاتي قبله تخافون أتكبق ذين وشوزهن سنتاق قوذة إني وحوي الناشي زيهين فعدوهن قبلها وعديا وأشيقوا ألكوا وانيا وهجروهن وغجيت سيدا وكتغا في المضاجع جيفك كتغا ومردها قوشها كل سيحانين قولي لكن لو قتغي ماي وادربوهن قراعا سدح ذا أمر حالي سومر مركوري قبلها نشوزك ونكو كدرين ووعديا لا حقبا كغوليها إلى هذا كيا بوليها هذي تاسي أنفعي ويدو قرقوا أدينا يا شيفوا أدينا قرق اللفتي سأقتها معي لكن قوشي يكون واشي هالكي بوتغي مركا هذي أي دي مثل هذا سوى اللي بيسا قبلها هذي إنك هذا شعشه خلاف كانوا نصوية بلحقالي مركا أقوات كيسان كاري ميسو يلا سوان نغن مركو جيفك أقتها هذي أي نعبتها هنا وحوي مركا سيصوب بحينا نعبتها يولا كالفر سمينوي انت مركي لغو كروايو ولا قراعي لكن قراع عاسي قراع طير مبرح وي وقراع عن لفن جبنين ميلنا النبرين وي قراع عادي وي وحوي وكي نبي قد دعوذينو اي قد دعوذينو يده هو لا قراعي مركي عمر بن الخطاب نين اذا اذا قبوها اذا مركي دم النبي وحوي يدي دي ان اللي ادبي ماشي وي كتر تاري لكن قبل دي شرفت له وما بباهنا بإن لا قراع قبل دي شرفت له عقل قاله الدين قاه قراعي وحاب وما باهنا أفكم بألقه هشيني وهذه اللي دونان ولا كالتاقي هذه اللي دونان ولا هشيني والله تي قبله تخافون أتكبق دين نشوزهن أتكبق دين معنى هذا وحوية أتكدر هنتينو لا شيء زيني ما كسو بحد نشوزكو أسالها واقر وكع مركا قبل دين نكي بي كسن تاقي سوا ككبر سن تاهي نكي بي ننبدي سن له هشين لا أدهي فعيدوهن وعديها قبلها هذي وعدي وكام في عواي وهجروهن كجيت سد وكفوا قادة في المضاجع جيفك وقفوا قادة وحوي أو يعني جوشها كل صحن الجرجة لقيتها جماعي وضربوهن جراعة بالي وجراعة وحبي يلين لفنا جبنين فين ضعناكم مرك هدي إدين يلا وعدي جوانا ده هدي يلا كيف كمرك وقف فجاتان هدي صار نقدان ودي أي أرادي كبعضه فلا تبغوها أود هؤلاء دينين هأضل بنا عليهن ندش هذا سبيله ودمر مرسين يا هدي قبلي صار نقطه كله شيسو وضدي أتكو جراعة لهيد أما أتكو فر لهيد هؤلاء دينين أذو وهقد قدم إلى قبل ويسون نقطة ويسعناتين هذا هنا مركو ربط خلاف كيني نواسيه وكله خير ورجيه مياني وضع أتكو كلا تكتان أدو هر هادين وين فإن ضعناكم قبلوها دين يلا وخلافه ماشي كصابحين خلاف بق ويكله شيء سوي مركو ربط خلافه ماشي ما إيمان أما خلاف هدو يمد ويسون نقطة يواجه شيء سين فلا تبغوها أضل بينها أخرى دينين عليهن دشوا السبيل وضع وضيع أنا أتكوك رعدان أما كو حميسان قبل له رهدينين وضعنا رهدينين إن الله الله سبحانه وتعالى كان وفوا هذي عليا كيسر ريا كبيرا وين معنوه حوية هداد أدوك إن أتكو حق بدن تهي إسو أركتو الله وكاسي سر ريا وين وكاسي حق بدنك عقابا يوي عليا كبيرا معنى هذا واسدا إن الله الله سبحانه وتعالى كان وفوا هذي عليا كيسر ريا وعلو إساق أغارة الله سبحانه وتعالى كبيرا وين وكاحق بدن oo khalqigiisa maamula gabadhii hadaad ku joogsato oo dulmido oo u xog sheegato Allah ba ka xog badan oo ka argudayo way macnahi way khiftu marka hadaad ka baqdan shiqaqa baynihima gabadhii iyo ilankii ama gabadhii iyo ninkii qabay dhexdooda khilaaf hadaad ka dareentaan marka khiftumta macnaheedu waxa way dadka la hadlayay waa dadka qaraabadooda alay ama waa xukaamta alay hadaad khilaaf dhexdooda ka dareentaan فبعثوا الدرع حكما عقلي من عقل له وقنيهنا ومن أهله شيء غريب دي سكمذا يو حكما عاقل من أهلها يديه الكذا كمذا إن يريد الله بدن حكم هذي دونان إصلاح هشي سدي دونان يو حوناجين والله بدو ضد الداعيين يوفق الله الله وإسوافجين وهشين يبينهم الله بدي إسقاط الدحضر ضمير كبينهم والله بدي إسحاس كهاي هذي اللي قدر يمه qoyski khilaaf ba laga dareemay way heshiin la yihiin haday gabadhu naashisa tahay soo baxday de la garay iyada haduu ninku diiday yahay in la garay laakiin waa la kala garan waay qaraabadooda loo diray nin qaraabadeeda iyo nin qaraabadiisa loo diray iyaga ugu dhow ugu daacsan marka malba xakan ba oo waa xaakimin mise waxa weeye waa wakiil oo qaadigu ma wakiil ka yihiin culimada qaar waxay qaadiga wakiil ka yihiin marka ma kala geyn kara haday heshiisiyaan oo heshiin waayaan deesiisan wasee deesiin waayay qaldiga isoo gudbinayaan waadi leeyda waa wakiil di leeyda waa laba xaakimna wayna kala geyn karaan haday arkaan inayna wada joog kareen wayna heshiisiin karaan way sidaasana sax ah weeyaan marka labadana waxay yeelayaan markii loo diro
ninkii ninka la dhashay oo qaraabadiisa meel cidlug ah warbal gabadhan ka waran buu leeyahay marka haddii gabadhii haduu jecel yahay khilaafku uu soo kala dhex galay wuxuu leeyahay war gabadha waan jecelahay waan xaal siinayahay bal waxa la waxay raali ku noqon buu sheegay hadii uu gabadhii jecelayna wuxuu leeyahay war gabadha ma rabee waxay iga qaado gabadha sidaas buu leeyahay kana gabadhi buu sidoo kale buu ula hadlayaa markaas waxaa soo bixay midkoodi khilaafka wada iyo haday labadooduba khilaafka wadaan halkaas heshiiska laga sii bilaabayo la isu waani haday heshiin waayaan oo loo maleeyo ama la ogaado la yiraahdo ma wada dhaqmi karaan way kala geynayaan labada waa xaakimiin weyn way khiftum haddaad ka baqdaan awliyadii dadka yacni dadkan isqaba qaraabada u ahaa iyo xukaamta iyo shiqaaqa baynahima labada zawj dhexdooda khilaaf ah shaqiiq waxaa la yidhaa midba midka kale dhinac way kala jabeen waa kala jab fabcasuu dira xakaman caaqil oo min ahlihi isaga qaraabadiisa waxaa kaman caaqil oo min ahlihi waxaa shardi inay dad fiqiga yaqaana yihiin oo aqoon leh in yuridaa hadday doonayaan labadan xakam islaaxan wax suubin iyo waxhagaajinoo ay si daacada u galaan yuwafiq illaahu allah wuu iswaafajin baynahuma labadan isqabta dhexdooda allah waa iswaafajinaya subxaanahu watacaala hadday alla darti u galaan si daacada u galaano midka dhibaatada la ogaada dhibaatadii layska maslaxeeyo hadday suroobi weyda in la isu daayana allah wuu iswaafajinooda way kala tagayaan waa kala danaysta yaa la leeyahay in allaha alla subxaanahu watacaala kaana wuxuu aaday caliiman kii og khabiiran xog ogaala allah wax xog ogaala subxaanahu watacaala balka labada ruux waxay isku diidan yihiin midka khilaafka wada alla wuu og yahay sharcigaasuu alla inoo soo saaro inaynu sidaa kula mucaamalano baa laynaga doonaya in allaha alla kaana wuxuu aaday caliiman kii og khabiiran xog ogaala waacbudullah alla caabuda walaa tushrikuu hala wadaajinina bihi billaahi alcibaadata shay-an axadnaba hala wadaajinin waxa alla wuxuu doonaya ha ahaadee dhagax hadduu yahay iyo hadduu bani aadam yahay iyo malaa'ig hadduu yahay iyo wax aad alle cibaadada la wadaajisaan male waaxsinuu u samafala bilwaalidayni labada waalid aabbiyo hooyo ixsaanan u samafal wabidilqurbaa qaraabada kuwa u saaxiibka ana u samafala walyataamaa agoonta aabbayowgood dhintay oo baahanna u samafala walmasaakiini kuwa masaakiinta waxba haysanna u samafala waljaari dariskana u samafala dariskaasoo dilqurbaa qaraabo u saaxiiba oo saddex xaq buu leeyahay hadduu muslim yahay waljaari dariskii u samafala aljunubi ee shisheeyaha ahaa dilqurbaada haddii la waafajiyo shisheeyaha ahaa oo abtirka aad ku kala fogeydeen kaa hore waxa weeye waljaari dilqurbaa dariskii idiin dhow waa isku degaan ahaydeen diljunubnu markaa waxay noqon masaafadu idiin kala fogeyd haddii ka hore qaraabo laga dhigana ka dambena shisheeyo noqonaya waxa weeye wasaaxibi kii kula saaxiibay usamafa filjanbi dhinaca kugula saaxiibay oo isku shaqo haysaan daalibulcilmi baa isla tihiin ama beeraley baa isla tihiin ama safar iyo socota isla tihiin wabni sabiili kuwa socotada u saaxiibka ana usamafala wamaa shayna usamafala malakad ay milkida aymaanukum midigyaalkiinu ay milkiyeen allah subxaanahu watacaala wuxuu leeyahay war alla cidna ha u sharig yeelin oo cibaadada hala wadaajinina oo bilmatal shirkigu meelo badan buu ka iman karaa waxa weeye inuu ilaah kale oo wax la maamulaa jira ruuxu caqiideeyo waa shirki akbara kaasi waxaa kale oo jira inuu shirki kale waxa weeye inuu ficilka alle cid la qabataa jirta buu yidhahay yayna ilaahba ahaanin cid alla kaaliso ficilka la qaba kaanu waa shirki shirkiga kale waxaa mid ah in alla wixii aada alla u qabanaysay oo alla darti u samaynaysay cid kale darteed u samaysa waa kale laba mid wuxuu aaminsan yahay in ficilka alleh wax la cidi la qabato midna daacadii isagu hayay buu cid kale darteed bilmatan istustuska oo kale marka shirkiga alla kulligiiba ka nadiifiya weeyaan alla shirkiga aag marinina wey alla aqna shuraka wuu ka maarmaa alla subxaanahu watacaala in cid la barbar dhigo allah uu ka maarmaa subxaanahu watacaala oo ficilkiisa cid lala wadaajiyo daacada cid loola wadaajiyo ilaah kalaa jira la yidhaahdo waxa weeye marka ilaah haddii waxaan wax bani aadama ama khalqi kala ama shay kala ah sife alla lahaa aad siiso lafdiga ilaah bayaa loo isticmaalina waa khatar masaladaas lafdiga alla bayaa loo isticmaalin laakiin wax alla leeyahay oo alla u gaaraa la siiyey waa masalo khatara wey oo laga yaabo in badan inay dhacdo waacbudullaaha alla caabuda walaa tushrikuu ha u shariig yeelina bihi alle fil cibaadati shay-an axad ba ha ahaade ha u shariig yeelina wabilwaalideyna waxsinu u samafala bilwaalideyn labada waalid ixsaanan u samafal u samafala waalidiinka samafalkoodu xaqiisa weynidiisa waxaad ku garan allah baa lagu daba qabtay allah cibaadadii baa lagu daba qabtay marka waalidku sababka ugu weyn ee adduunka ku keenay weeyaan
مركا سبب جنة لغو قلن ويها والك إحسان كيسو وبذي القرباء قرابة كو صاحبك القرباء ده هدي قرابة ده لشهد اللي إله ده وحوي وقرابة ده لشهد وي وبذي القرباء قرابة كو صاحبك يول يتاما أغانت والمساكين الددك عن وحبها يسن يول جاري الدرس كي ذي القرباء قرابة ده صاحبك هدي ذي القرباء ده قرابة ده لشهد اللي غو فسيره الجنوب ده لشهد اللي غو فسيره وككاشا يها dil qurbaadan dambe isu dhawaantii iyo dagaalkii hadii la ugu fasirana taa horan isu kala fogaantii bay noqon marka darisku waxa weeye dariska qaraabada ah oo muslimka ah oo darisna tii saddex xaq buu leeyahay xaqul islaam xaqul qaraaba xaqul jaar buu ku yeelanay dariska aan muslimka ah laakiin aydaan wada dhalin aduu shisheeyaa ana laba xaq buu ku yeelanay xaqul jaar iyo xaqul islaam buu ku yeelanay gaalka laftiisa aduu dimi yahay oo gaal xarbi ahayn وكل الدرس وحقول يالني حقول جار بكل يالني مركز درس كوانو عول جاري درس كينا قصة مفلا الجنوب إيش شيءها أها أما جورجي سويد كفقة وحالي الدرس نمد لنا عوالبا أفرتن جوري ويا جورجا قد جنت لنا عوالبا أفرتن جوري كاح تأفرت جهه ودرس كاجا تعلم القارب وحيد هذين مقالة ذلنا وذا الدرس وأنا رون مقالة ذنبا وذا الدرس كل حق نور فهم بيس كل هذا هاي مقالة الله وحوليه وصاحبي كي كقول صاحبينا وسما فالبيل جنب دين عقول صاحبي علماء قال با كفسر وصاحب الجنب حاسكا وحا كبلادان وصاحب بالجنب دين عقول صاحبه اسكو هول هيسان طالب العلم با اسلتهم بيرلي با اسلتهم دكانلي با اسلتهم بابورلي با اسلتهم وادود صفد با تواود صوتان وحا ويو ددكا دي جال با تي ودك هبل صاحب بان هي با ليد وابن سبيل صوتد كو صاحب كان وسما فلا يومك ملكت اي ملكت ايمانكم ميدكتينو oo marka bariga quraanka soo dagay adoomo la leeyahay ba jiray wey adoomaha waa in loo samafalo haddana xoolaha inuu haysana sidoo kale way xoolahan milkigeena inoo nool xoolaha nool kuwa kale laftooda way la dayactira inna allaha subhanahu wa ta'ala la yuhibbu majjala man ahad kaan ahad muxtaalan xaragoode xaraga kibir fakhuran oo faan badan wa xaragoonaya xaragadu waxa weeye xaragada waxa keena inuu ruuxu isla weyn yahay waa inuu dadka ka sarreeyo ama ka sharaf badan yahay isoo arko waa inuu dadka inuu la siman yahay ama ka hooseeyo isoo arkaa qofka laga rabaa marka xaragoon mahay marka kibir male fakhuran oo faana yaani dadka u faana waxaan u haystay alla siiyay buu dadka ugu faanay ana ka fiican ana sida midal waxyaabahan lagu faani karin waxaa kamida waxa adigu aadan khiyaar u lahayn oo sabaysan karin kuma faani kartid rizqiga alla ku siiyay kuma faani kartid dhalashadaada xataa kuma faani kartid maxay la adu ma haysid dhalashadii ma haysid waxa weeye faan lama ba ogola laakiin wuxuu hadda ku faani ruux aad hanuuninayso duwaninaysa ilaa tii la sidanaanu tukadanayo baliila soo tuko sidan waa suuragaltaas inaad marka ay samaanto waa la rabaa allah wuxuu leeyahay inna allah la subhanahu wa ta'ala la yuhibbu majjala man kaana qofki aad muxtaalan xaragoode fakhuran oo kibir bad faan badna ah allah majjala waa kuwe kuwaasi alladina kuwe yabkhaluna labbakhayla waxay ka suuroobi xaragada kibirka iyo faanka waxay ka suuroobi alladiina kuwa yabkhaluuna labba khaylo cishada waxay iyagu haystaan wayaamuruuna naasa dadkana amra bilbukhli bakhaylnima amra wayaktumuuna qariya ma aataahumullahu alla wuxuu siiyey nicmadii oo min fadlihi nicmadii si fadligiisa ay qariyaan macnaha alla kaga mahadsheegan mahayaan way qarinta macnaheedu waxa weeye waxaan alla siibayna alla kaga mahadsheeganin calaamada waxaa leh oo si toos ah u leh yahuudda calaamada kibirka iyo faanka iyo bakhaylnimada iyo xaqa qarintiisa yahuud baa si toosa ule waa calaama yahuudeed wey laakiin cid alla oo sidaa ku dhaqantaana waa sidaa wey cid kastoo sidaa ku dhaqanta marka bakhaylnimadu ruuxu wixiisa haduu ceshado waxa weeye wuxuu ka sahlan yahay oo ka roon yahay ka wixiisana ceshado waxa dad kalena inaan la bixinin waa yahuudi intay u yimaadeen muslimiinta ansaartay dhihi jireen war ninkan carbeed ninkan reer qureysheeda meeshaa ka yimid maxaad waxu siinaysaa usoo dhoweynaysaa bay dhihi jireen marka kuwa xaraga kibirka xaragooda oo faanka badani alladiina waynu ka sifaynayna alladiina kuwa yabkhaluuna wax cishada oo bakhaylaha mafcuulkii waa la gooyey wayaamuruuna naasa dadkana way amrayaan bilbukhli bakhaylnimi cishad bay amrayaan wayaktumuuna waxay qarinayaan maa aataahumullahu alla wuxuu siiyey oo min fadlihi nicmadiisa iyo fadligiisa ay qarinayaan macnaha ka mahadsheeganaya alla ugu xamdiin mahayaan oo alla ku caabudi mahayaan nicmo markii alla ku siiyey inaad alla ku caabudaan la raba wactadna waxaan u diyaar garaynay للكافرين قالوا عذابا عذاب مهينا أدلية سيئوا شرعي أدليين عذاب أدلية قيمة أقاقا دون مركا للكافرين عربي أهان
لهم بين قلها لهم مركا لفظي قاحم بالقول ديوان قاليني قال لماذا وهو حيكون متين عقاب توي عتدنا وحنو ديار قرينو ألا ليهي وقو تلقى لي للكافرين قال هذا عذابا عذاب مهينا دليان وقو تلقى لي بو ألا والذين كوا ويه تيهر كو عطفو ينفقون بحيه أموالهم حوله ذا رئاء الناس ذاتك استوسوس كيسي بحيان ولا يؤمنون مره ما يسنى مره ما يسنى بالله ألا ولا باليوم الآخر مره ما يسنى معناها قفان ألا إيا قيامها فرما يسنين أم بي كسورو بي إنو خلق الدرتي وحسمين وعبادة دي أين لهين عدك لها اللو ذا جين الله عبادة ألا كليق أغطى لقا مركا قول يا علماء قاربا وحيدين والذي يوفقون أموالهم ورئاء الناس ومنافقين وحير وحديدي لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر هذا منافقين تأفكا ويكرم أيه مركا هواستا كمرمين إياقا لفتو دو يسوق لها المنافقين تي يهودا لفتو دو يسويحي الله وحي أن ألا الدرت وحب حنين أوداني ويسوحس قليا والذين كوا ويكوا كبرئين الله جعليني ينفقون بحياء أموالهم حوله ذرياء الناس ذاتك استسس كيسي وبحيان ولا يؤمنون منرم أيام بالله ألي ولا باليوم الآخر من نرمرهم أيام علماء قاربا وحي بالمثل الصلاة دو كلا وحي ديديهن إن واحد ددت الله سبحانه بالمثل إمامتي أو كتيرة صلاة دي أو ركوع سن هدو شنغر مغلو هدو ركوع دي انتي أو كردق لها يرسي يادي يددتك هدرتي علماء قاربا كعلا على ويني مثل هذا سوى خطر أما وحصوهس قلا قاربا نظرية دا سوشد ويسكبر نانتا شرعان وين أبنها في خيقين واكا إنوش يقو إن يعني إمامك روح قلا يلا سوقا يو فرصة دوسي إنو ركوع لكو سوقار لكن العلماء الشركة آذوا نعبها هلك واحد هذا وما شاء ما وحكى لسوق قال أبي هذا أو وحكى له وكيف مقادوا إن يجي هذين دي قف كي سوق السجود سن وأرجع حطها سون السجود وقت يقول ربي توسين أرجع حطها السجود ده سوى شيء تي هذا محاجة لي وحوي وحكى له السجودين الله علي هاي ومن يكون الشيطان قف كأو هذا الشيطان كله سيقرين صاحبه هذا لتشيره فساء وحاح قرينا فساء الشيطان كيباح من قرينا صاحبان بوحين الشيطان حوي بك ما شاء وحي الباكاقو عن خبر كيباح باكاقو هذه من تمبتدى لغني خبر كيباكاقو عن أما وحي نقول احذروا كدك تنادى عن الشيطان محايا لمن يكون الشيطان شيطان كقفكوا هذا له إساء قرينا صاحب فساء وحي هو الشيطان كاسي قرينا صاحبان بوحين والشيطان وحل الله صاحب ماها بك صاحبك الشيطان كوحوي وهدوك لتيرو وحل الله وحو الشيطان كنعبيها إلا إمو marka waxa weeye uu ku dadaalaya sheeydaanku isagu wali wuxuu ku dadaalay hadda dadka ugu daacabadan buuna sheeydaanku markii ka faaruqayn marka iska cil oo la dagaalan way waana daciifa alla ka magan galo markaad alla khaalis u noqoto sheeydaanku ka tabar ka heli maayo waa daciif isagu sheeydaan maroolahu waa sidoo kale sheeydaan maroolaha isagu xoog iskaga celi dadka adda sheeydaanku ugu noqdaa laakiin sheeydaan qarsoonuhu waa daciif oo inaad baraarugsantay soo jeedo umbu u baahan yahay kaliya way wamaada alayhi الله عليه وماذا شيء جاب عليهم دشوا ضربة لو آمنوا هداي فميان بالله الله فميان واليوم الآخر مال أنت آخرنا فميان أو أنفقوا بحيان مما كرزقهم الله ألك أرزاق ما حد به قاعد له هداي آية المؤمنين نقضان وآخري آخر فميان الله فميان نفقدنا وحي هلك رام بحيان بل يبقى قاعد لها أو يكبر قيان بحيان بالمثل اليهود وكله محاكم قل هداي إيمانك حقي أي يبقى قيان هداي صور رعان يبقى قاعد لها بحيان ممر بي حوله وباقنين حتى أدونا قفكو حوليسة ألا الدرتي أبحنين كله وحن بكو بحن ما البادين أخفن بكو بحن مالك محاطبه قاري لها بالله ماذا عليه ماذا الشيء يبع عليهم دو شوضع أردبع حا قاري لها لو أمنوا هدي فميان بالله ألا يوليوم الآخر ما لنت قيامة أو أنفقوا أي بحيان مما في قاركي رزقهم الله ألا كو أرزاقي وكان الله ألا وحوء هذا بهم إياق عليما كيو بهم تعليما تدنبي كحيران تهي marka allah baa ugu ka abaal marin way iyagu hadii wax dhibaato oo gaaraysa ma jirto haday muuminiin noqdaa xoolahooda wixii ay heli karaan ay bixiyaan dib gaari laha ma jiro allah baa shaku ogo sidoodaas uu allah uga abaal marinaya way wa kana allah allah wuxuu ahaaday aliman bihim fi ugbu ahaan inna allah la subhanahu wa ta'ala la yadlimu madhulmiyo mithqala dharratin quraan cho wazankeed madhulmiyo wa inta ku haday tahay mithqalu dharruhu hasanatan wanaag ya daa haday tahay يضاعفها الله ولا الله وكردن ويوتي وحوسه كسين من لدنه أكتيسة جهاديس أجرا أجر عظيما وين هو هو يا الله سبحانه وتعالى مثقال ذرة حسنة وقف كل يمين ظلمين ما يوبوسي بدن بواء الله الله
مثقال ذرة سيئة هدو قف كل ما دنا الله بدن ماي حويه هدو مو مي هاي إلا قد أفاضه ممكن لكن مرنا بالله كرن ماي إنت هم بالله هذي واك حسنة مركي للي ما دنا أقول يران تمن شهر بالله بعيد سيئة مركو قف كل ما دنا وحويه كل جيدون بين قنيسة ولي بو حاله يري ملاك تقريسة مركو الروح سيئة للي ما دنا عبار بالله كادين لغوري ماي عبار بالله كادين بل إنه توه كانوا كنغضه خير مركو للي ما دنا هرال لو لقاني بالله أو لو قري بالله لا يفضل قيسير رحمة ديسي كمتاعي إن الله على سبحانه وتعالى لا يظلم مظلم يوم مثقال ذرة قرآن شو وزن كيد مظلم ووح وزن جاب قرآن شذو لكن طبعا وزن وإلى ذا وإن تكو هديتها مثقال ذره حسنة وناك هدويها يضاعفها الله والله لابي ويران طبعا ويؤتي ووسين قفك مؤمن كأه من لدنه جهدي سوحو كسين أجر أجر عظيما وين أجر أو الله كسين ياي وأجر وين بو ألا ليه جنة ظهر قلوه تنبقى قامر كور الله نافي رحمت بالغفوري حتى أدونك مركات شوكت مركات حسن الله تمادو حسن ذا كلا الله كوافجين وخير كاكود بيراوهين فكيف الله وحولي فكيف حالد واسده كيف إذا وقت جينا أن لن نمادنه من كل أمة أم الله أرك حق هذا بشهيد مرخاتي والنبي قوديه وجينا أن لن نمادنه بك أدقى نبي الله محمد وشهيدا حالد مرخاتي كتها على هؤلاء كوا أدقى أمد هذا حالد مركات محي كلتها مركي وحقر سوني شرين بين يدي الله لا سو حاضرو او نبي واليبا امديسي او كمرخاتي كوو او اديغنا امدادي مرخاتي لو كينو حالد سيداد املينيسا وي مركا ميشي نكون بين يدي الله لا تاغن ياي قف بعمل في سيبا الله بميل هدا ايب يا ميل واخ لو دونتو ماله وا وخياد هوراي او تبعتاي وي سيدا حالد نكونس ايدا وخا لا يري عبد الله بن مسعود بن نبي يري قران كبل يغد الاخر markaasuu yiri yaa rasuul allah maadoo lagu soo dajiyay baan kugu dulqan markaas nabi wuxuu leeyahay inaan cid kale ka dhageystaan jecelahay abdullah ibn mas'ud suuradan uu ku dulaqday nabiga halkan markuu marayo uu nabigu iska joojiyay sawaaban dhowray uu nabiga ilmadaaba ka daaysuu markaa waxa weeye maqaamkii buu xusuusanaya nabigu meesha la taagan yahay bayna idin bil caalamin oo miin lahayn aan ahayn adiga amalkaaga aan ahayn fa kayfa al hal haladu waa sidee bay kula tahay idaa waqtigi جينا أن لنماذن من كل أمة أمد لا أرك حقه بشهيد مرخاتك ومرخاتك وجينا أن لنماذن بك أدقى شهيدا حالات مرخاتك تعالى هؤلاء وحال يري ومده مركا لسؤال أيه مقار سيسين با أنبياء الله أمده هاب إليه ومده با لسؤال أيه وحي إليهين ما الذي سوقار سي يدعوه دي مي ومده محمد يذكره ما رحنا لسوقار سي يمتر مركا سأل له وحي إليه يا مرخاتي إذن كأنبياء ummad annabi muhammad baa nooga marxaatiyo naga dambeeyso taariikhda iyadii oo dhan haysa ummad annabi muhammad baa la su'aalaya la leeyahay maxaad marxaati ka tihiin marxaati waxaan ka nahay inay gaarsiyeen markaas waxay leeyihiin yaa u sheegay inay naga gaarsiyeen waaba naga dambeeyeen ummad annabi muhammad waxay leeyihiin nabiga iyaga noo sheegay waaba u dhamaatay marxaatigi waaba u cadaaday iyaga nabigu marka khayrkoodu ugu marxaati ka ciisa faacadood allah wuxuu leeyahay subhanahu wa ta'ala yawma idin maalintaas iyada ah oo barta la taagan yahay yaw duladiina kuwi waxay jiclaanayaan كفروا قالوبي وعصوا الرسول رسول كان عاسيي رسول كان جنسي كدغو قلو ولي برسول كادي لو تسوى هدي للسم بهم يغا على ارض دولك للسم ودولك للغوي دي دولك للسم معنيه دو حوي ان عيد نقدان ودولك كم نقدان ولا يكتمون الله الله كقرن ما هي حديثا وحشيك الله كقرن ما هي وحوي ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا مركي خلقي لكينو خوليه يا حويانكي لكينو حويانك لا كلا حسابيو او sidii seenyada ahayd oo la hariiray iyo tii geesahay loo kala xisaaba kuuno turaba yahwayanka ciid buu noqonayaa markaas uu gaalku wuxuu tamaninayaa haduu ciid noqon lahaa buu gaalku tamaninayaa marka maalinta iyada ah waxay jiclaanayaan walaa yaksumunallahu hadithan ilahi wahshaaka ka qadin mahayaan aayad kale waxay ahayd wallahi wallahi rabbina ma kunna mushrikeen fa aayad kale ma ahayd marka miyena taas miyena wax qadin marka qiyaamadu waa kala mawaadic weyn marka ilahi mushrikeen ma aanan ahayn waa markay ogaadaan qofki aan mushrik ahayn inuu jannada galay markii ogaadaan bay ilaahay ina keenay dafir ah wallahi ma kunna mushrikeen markan xadiis qarin ma hayaan la leeyahayna afkoodi baa la daboolaya gacmihi baa hadlaya lugahi baa hadlaya meel walba xubin waliba waa hadlaya marka wax xadiis oo wax sheeko qarsoon marka ma jirto wax marka sidaas weeyay labada ayadu saasay kala noqonayaan yawmidin maalinta qiyaamada la taagan yahay yawadul ladina kuwi waxay jiclaanayaan kafaru gaalobay wa asawur rasuula rusul caasiya wa وعام رسول كاسي لو تسمى تسوى هذه للاسم لها بهم يغا على الارض دول كلا للاسم لها
ولا يكتمون الله الله كقرن مهيان حديثا يكتمون عن الله حديثا وحشيكا كقرن مهيان. يا أيها الذين آمنوا يا أيها الذين كوي آمنوا مؤمنوا بيوم لا تقربوها أدواننا الصلاة الصلاة لها أدواننا ومحل الصلاة كان وين نقوم كرتا محل الصلاة كهتقين الصلاة لها أدواننا هتكننا والحال أنتم يدكون السكارة أدوالا تيرون مرقان سنتهين حتى تعلموا إلى أدواتان ما تقولون وحلينهين يعني والد إلى إذن كبعض معنه معها مركا تكنيسان عقلي لهذا وعقلي جني هاتشو وواحد غريسان قرته ويا معنه ولا جنوبا جنابه إذن كولين الصلاة ده دواننا يا محل الصلاة إلا عبري سبيل ودينا طلابيسان مويان حتى تغتسلوا إلى قبيستان آيادا نخمر والد بالله تلماما يا بالمثل مركا يقول ريسو والد الله سوهد القاضي تتقدون سكرا ورزقا حسنا صورة النحل وهذا القاد في أهر يلا صو هذا القاضي والدة مركا مركا وحاول والقوم النيسني مركا يكون حكتي وحالي يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس مركا سيدتك وحي له ذي توان اسكعب بينا مركا وحوي نفع بي له ذي أنا وان اسكعب بينا واسكا قرر راحي السنين آيادا مركا وحي كتب بالي عبد الرحمن بن عوف با حفلات غبطة وشراب يوسيي انت الحرام يلين خمرك marka markii dee wuxuu la yar cabay baa wuxuu la marqaamay magribti baa u galay saxaabi baa tukiye saxaabadi kamida quliya ayuha al-kafiruna la a'budu ma ta'buduna wa na'budu ma ta'buduna sida soo kale uu yiri waxaad aabudaysan baan aabudayn marka saali yiri idinkoon isgaranaynin salaad ha gelina way macnihi marka oo markaad waalatan u kaadiya ma aha macnuhu ee markaad salaad galeysaan aad idinkoo wax garan salaada galay marka waxay ciriiriday khamrigi bay ciriiriday waqtigaas waa la ciriiriyo bilmetal taqofku markuu isagoon waalayn inuu salaatu kada uu rabo waagu markuu bariyo duhurki baa ku soo dhawo macabayo hadana duhurki markii la dhaafo casrki baa ku soo dhaw magribki baa ku soo dhaw cishaagi marka cishaaga la tukado waa la saaxday marka waqtigi baa ciriiriyo marka dad badan baa iska daayay marka ay taala gaar marka saas si aan dusha looga saari faalo intum intahoon intahayna abu umar bin khadab leeyahay يا أيها الذين آمنوا ضدك مؤمنين تاهوا لا تقربوها أدواننا الصلاة الصلاة ده أدواننا والحال أنتم يدكون السكارة أدوال انتهين حتى تعلموا إلى أكتهين وتقرن إيسان ما تقولون وحليدين وحد أقري إيسان ويهد قرأ يفعل كاتمين إيسان ولا جنوبا إذنكو جنابا لنا أدواننا إلا عبري سبيل ودينا طلاب إيسان مياني حتى تغتسلوا إلى أدميرتان marka ila cabiri sabili talaba tafsiir bay culimadu saareen waxayna cabiri sabili waxa looga jeedaa inaad masjidka dhex maraysaan oo aydan fadhiisan inay aad gudbaysaan mooyaan marka mahallu salaadka ha u dhawaanina salaada ha u dhawaanina iyo mahalkeedu macnuhu noqon ila inaad gudbaysaan mooyaan oo meesha salaada aad gudbaysaan marka waa dhaafi kartaa way oo qofka janaabada leh masjidka uu dhex mari karaa culimada qaar waxay leeyihiin ila inaad safar tihiin mooyaan idinkoo janaaba leh salaada ha dukanina marka safar tihiin de tayammu baa idin bana marka taa waxa diideysa علادة تيممكم ماها سفر ككلية ماها علادة تيممكم وإن بي اللي وايون مركز محل الصلاة صلاة ده تكننا إلا إنا دميش مسجد كسيدة أمر إيسان مويان وصحوه ويسكبرنا أنت يقفك جنابة لهم مسجد كسيدة أود حمره حتى علماء غربة وحيليهم عبد الله بن عمر وكالوكيلة مسجد كان دحسي حنشل وكل دح جنابة ونشلين مركز وحوية هدان دبات كتشلين dadka aan meel kale tagaan lahayn oo dani ku qabatay de way iska soo dhaxfadhiisan karaan biyo intay helayaan laakiin biyo adoo helaya janaaba masjid hala dhex gelin way wayn kuntum haddaatihim bu alla yiri marda ku wajiran aw ala safari ama safar aad ku sugan tihiin aw jaa'a u ka yimaado ahadukum ahadun ahad minkum idinka idan kamid malan qaayid masuusha ka yimaado qaayidku asal ahaan meesha godan baa la yiraahdo kaadida iyo lala eegto laakiin waxa loo isticmaalayaa soo khaarijki soo baxayay meesha qaayidka uu midkiin ka yimaado aw la mastumun nisaa ama haweenka taabataan وفلم تجدوا أيدان هلين ماء بيهلين فتيمموا أقستا سعيدا عرّا طيبا وناكسا وطاهرا وي معنا فامسحوا كما سحب وجوهكم وجيالكين وأيديكم قعمهن الله عليه سبحانه وتعالى هداد شيخنتهين بيها استعمال كود إذن لبيه أما سفر كستقنتهين بيه قليلة غفتان بالله تبيه إنو أمو كيا بيهي أما وحو حكو كرسليه لمهي أما لفتو دي بووهي أما وحوي وحونا كيمد ماشي مسخوشونا كيمد ويسدي با كجبتي او لا مستم النساء اما هوين كا تابتين وبيا اد ويدين مكا وقصد مركا سفر كي يمرضكو سبب تيمم كماها وحبناين يماها
ee waa labada waqti ee maradka oo biyaha isticmaalkoodu aanay suuragal ay dib yihiin iyo safarka oo biyo weynta ay qaalib u tahay yaa labada sidaas aan loo soo qaatay qofka haadirka ee nigina haduu biyo waayo waa tayammumaya marka ciladu waa kaliya biyo weynta way ee waxa safarka iyo maradka si gaar ah loogu sheegay sida qaalibka waqtiga biyaha isticmaalkoodu uuna suuragal ahayn waa maradka iyo safarka laakiin iyaga laftoodu shardi uma aha cilana uma aha ee waxa cilaa waa biyo weynta cilaa meeshaas oo lama sumun nisaa culimadu tafaasiir badan bay ka bixiyeen culimo fara badan waxay lama sumun nisaa aad taabataan oo jirka saa u taabataan jirkooda aad taabataan culimada qaarna waxay yidhaahdeen waa jimaac waa jimaac bay yidhaahdeen marka qolada waa jimaac li waxay ku xoojinayaan nabiyullaahi maxamed calayhi salaatu wasalaam haweenkiisa intay istaabtaan oo ay istaabtaan buu haddana uuna weysaysan jirin waxaa kale ku xoojinayaan boqolaal kun oo saxaabada ah haddii labada dumarka meesha qofka dumar iyo ninku ay weysada iska jabinayaan ma wuu amri lahaa nabigu sida loo saxaroodu u sheegay dadka marka salaadaa weyn ee iska jabinaya labada qoys ee meesha kuwada nool iska jabinaya ma sheegi waayeen bayna qolo saasay ku xoojinayaan qolyo dhexdhexaad baa galeena waxay yidhaahdeen hadduu bishahwa u taabtana ha ka jabto weysadii haddii caadi ay isugu dhacaan waxa weeye yayna ka jabinna qolyo ayay haweenkuna dee waa saddex xuquuqa qaraabada ah iyada inayna jabinayn lagama hadlayo kuwa ajnabigaana maba la ogolaba marka horeba in loo dhowaado ama la taabtaba maba la ogolaba marka xukun ma leh kuwaas waxaa laga hadlayaa waa ninka iyo xaaskiisa culimo badan marka waxay leeyihiin awlaama sumun nisaa aad haweenka jimacdaan jimaaca mooye taabashadu ma burisay yidhahaan culimo aada u tiro badanna waxay leeyihiin waa taabashaa looga jeeda imaamu shaafiic baa ka mid aho cabdullahi bin mascuud baa ka mid aho culimo badan baa ka mid a marka kolleyba dee dadaal dartii waxa weeye waxaa lagu dhexdhexaadinaya dadaal dartii sheekh beri wuxuu noo fidyooday aan weydiinay waxba horta jabin ma hayaan buu yidhi laakiin markaad biyo helayso waxa weeye iska weysayso yii haddaad istaabataan xaaskaagi markaad biyo helayso haddaadan biyo helaynina dee biyaan waayay waan tayamumi waxba lagaama ogoluu sheekh baa sidaa beri noo fidyooday adu calaa kulli xaal labadaa masalo yay culimadu madhabkeena shaaficiyada waad garanaysaan waa taabashada weeyaan waana iska dadaalo hadee wax dhibaataaba maleba ila tahay haddii lagu dhaqmo meeshu waa dhib meeshu waa cabsiya ma aha waxa weye waa cabsida u daasoo ma aha marka way jabin iyo jabin maysaba haddii lagu murinsan yahay way jabinta isaga dah waxa weye ruuxii si gaar hoos ahaan uguma camalooda waa sidiisa taas iyada oo cidi ku kallifi maysa waa allah wuxuu leeyahay wa in kuntum haddaa tihiin mardaa kuwa jikran oo calaa safarin safar ku dul sugan aw jaa u yimaada axadun axad oo minkum idinkaydin ka mid ah min alqaa'idi musqusha ka yimaada weysadu ka jabto aw laamastum unnisaaa ama haweenka taabataan oo jimaac iyo taabasho mid walba falam tajiduu aydaan helin maa aan biyo helin marka falam tajiduu maa antaasaa cilladu weya qofka xaadirka oo nagi oo nagaadigii u tayamumi kara hadduu biyo waayo fatayamamuu u qasta saciidan cara dayiban oo wanaagsan famsaxuu ku masaxa caradaa biwujuuhikum wajiyaalkiina waydiikum gacmihiin marka caradaa masaxeeda lafteeda waxaa la leeyahay waa laba darbo oo midna wejigaa midna gacmaha ah axaadiista qaarkeedna waxay sheegayaan hal darbo oo wejiga iyo gacmaha laysu marinayo labada xadiidba waa saxiix laakiin xadiidka odhanaya waa hal darbaa ka saxiixsan waxaa kaloo la leeyahay meeshaasaa la gaadhsiin ilaa halkaa jiqillada meesha weysada la gaadhsiiyaa la gaadhsiin oo weysadii baan uga qiyaasanayna qolyana waxay yidhihiin waa intan intaas wey daliil ahaan intaasaa saxa xadiidka saxiixii intaasaa kugu filan lahayd buu yihi nabigu calayhi salaatu wasalaam kan kale lafteedana meesha ha la gaadhsiiyo xadiid baa sheegaya waase laga xoog badan yahay marka wax dhibaataa kama jiraan ama sidan dhaho xadiidkaa saxiixaa ku camal fal ama halkaa gaadhsiiyo wax dhibaatihi ma jiraan laakiin qiyaaska ah weysadii baan uga qiyaas qaadan taas iyadu macno male maxaa yeele haddii weyse looga qiyaas qaadan lugahana maa la mariyo oo wejiga la mariyo oo la mariyo xagga la mariyo wey weyse qiyaasi wax la yidhaha ma jiraan allah wuxuu leeyahay ina allaha la kaana waxaad caqfuwan kii saamaxaa kafuuran oo dhaafa ilaahay saamaxaadiisa waxaa ka mid a inaanu cidhiidhiba idin gelin marka tayamumku waxa weeye janaabadii ma koryeelayo iyo xadafkii laakiin waa ku meel gaadho inta aad biyo helayso waa ka nabigu ku yidhi saxaabigii intaad doonto iska tayamuma markaad biyo hesho biyaha jidhkaaga taabsii buu marka mar alla markaad biyo hesho unba xadafkii aada iska maydho kugu soo noqonaya inta horan waxaa kaloo iyadan meesha ku jirta qofku hadduu biyo weyto u tayamumo oo markuu intuu tayamumo salaadii tukada uu biyo helo haye siday noqon culimada inteeda badan waxay leeyihin ma soo celinay waqtigiiba ha jooga hadduu doone culimada qaarna waxay leyhin haddii waqtigii jooga uu soo celin tanaa ka xoog badanoo dee waajibkii lagu lahaa u gutay biyo horta wuu raadiyey waa soo waayey
وكسمري واتيمم واتكري واجب كل قولها لها باسدها واحد واجب دم لقوم له وين همسوا عليني الله وحليها لم ترى موقاتي مسكا ورها شيء علمي واقو سمقاري إلا الذين كوي وطول سي نصيبا قيب ومن الكتاب كتاب كمدو اللي فهم سيي قيب فهمي كمذا كوا سو يشترون إبسنا يا الضلالة بادنا وما شي خير ككرع إلهايان وكتاب كتعمل فلاهين بيبادوك عيان ويريدون وحيدونيان أن تضلوا إنا تكلمتان السبيل ودنا يهود با على مدى إسكاله إنا يوح قريان ودباتات الددك أبو يران وشرك الددك أبو يران نصارنا وإسكاله دهي عدك استو ودنا مرتنا وعلى الله اللي ياوين بركة نبي الله محمد باوحا ليلي ألم ترى موقاته علمي قاقو مقاري إلى الذين كوي أتول رسيه نصيبا قيب فهمي كمذا من الكتاب إيكا فهمين كتابك سرنا بأو فهمين كوا سواء حق اللي حانينين أولا حانين يسترون الضلالة بادي دي سوء يبسني وحق بي باديكو يبسني ويريدون وحيدون يان أن تضلوا سبيل وضادة إنا تكلا حتى بأي ربان مركا كوا هي يلينو إلهي بأعدو بينو إذن كدقين كوا سعادو بإذنهن إسكا إلالي ويبعنه الله سبحانه وتعالى